النهارده آخر درس عندنا في التفاضل، تمام. اتكلم عن حاجة اسمها تطبيقات على المشتقة بإذن الله. يعني بيقول لي تطبيقات على المشتقة يعني ايه يا مستر؟ يعني هيك يقول لي اوجد معادلة المماس، اوجد معادلة العمود عليه، اوجد نقطة التقاطع مع المنحنى، تمام. هي دي التطبيقات على المشتقة. يعني مثلا دلوقتي اهو، طبعا ان المعادلة اللي هي من الدرجة التانية، تمام، لما اجي لو امثلها هيبقى ايه؟ هيبقى منحنى، تمام، او معادله من الدرجه الثالثه او الرابعه، مش هتفرق معايا. ده المماس، ده مماس عند النقطه دي، تمام. لو لفيت الخط بتاعي اهو الاقي ده في مماس هنا تاني، ففي مماس هنا، فكل نقطه ممكن يتعمل عندها ايه؟ ممكن يتعمل عندها مماس على حسب النقطه اللي هو يقولها لك، تمام، على حسب النقطه اللي هو يقولها لك. بيقول لي شويه الملاحظات دي هي اللي هحل بيها ايه؟ هي اللي هتحل بيه المسائل. الملاحظات دي احنا خدناها قبل كده. لو انا ازاي بجيب الميل؟ ازاي بجيب الميل؟ اول حاجه لو اداك نقطتين كده يا شباب، الميل بيساوي ايه يا شباب؟ فرق السادات على فرق السينات. يبقى اول حاجه لو ادينا نقطتين الميل بيساوي فرق الصاد على فرق السينات، 3 ناقص 5 على 2 ناقص 4. 3 ناقص 5 سالب 2 على 2 ناقص 4 سالب 2 هيطلع بيساوي 1، تمام. لو قال لي يا مستر الميل برضو، لو اداني معادلة زي كده 2 س زائد 5 ص ناقص 7 بيساوي صفر. طالما السين والصاد في نفس الطرف يبقى الميل بيساوي ايه؟ سالب معامل س على معامل ص. يبقى لو السين والصاد في نفس الطرف يبقى الميل بيساوي ايه؟ سالب معامل س على معامل ص. معامل س بكام؟ ب2 على معامل ص خمسة، 5. اثنان، خمسة، طب يا سالب مستر، طب لو س وص مش في نفس الطرف؟ قال لي معامل س على معامل ص من غير سالب، يعني لو المعادله كده اهو 2 ص بيساوي 5 س زائد 8، عايز اجيب الميل. لو مش في نفس الطرف، مش في نفس الطرف، يبقى الميل بيساوي ايه؟ معامل س على معامل ص على ساعتين. معامل س على معامل ص، معامل س على معامل ص. اوكي اهو، لو مدينا معادله زي كده، ص بتساوي م س، خلي بالكوا، زائد ج، دي معادلة المستقيم اللي انتوا خدتوها في تالتة إعدادي، حيث ميم دوت هو إيه؟ الميل، وجيم دوت اللي هو إيه؟ الجزء المقطوع من محور الصادات، معادلة المستقيم مستقيم، تمام. فلو كان جاب لي معادلة زي كده أهو، ص بيساوي 2 س زائد 5، الاتنين دي اللي هي إيه؟ بالميل الميل، والجيم ده اللي هو الجزء المقطوع اللي هو 5، الجزء المقطوع من محور الصادات. طب يا مستر، طب ما انت لسه قايل لي في قانون للميل لما السين وصاد مش في نفس الطرف، ما هو هو يا حبيبي اهو، قلت اللي هو ايه القانون؟ معامل سين على معامل صاد من غير سالب، طالما السين في طرف والصاد في طرف يبقى معامل سين على معامل صاد 2 على 1، معامل سين ب2، معامل صاد ب1، هي هي. يبقى الميل يا شباب لو نقطتين اجيب ازاي الميل؟ فرق الصادات على فرق صدق السين، على فرق الصادات على السينات، الصادات على السينات، الصادات مش فارق بقى صاد 2 ناقص صاد 1 ولا صاد 1 ناقص صاد 2، قلت 3 ناقص 5 يبقى تقول تحت 2 ناقص 4، تمام. لو اديني السين والصاد في نفس الطرف، في نفس الطرف يبقى سالب معامل سين على معامل صاد، لو اديني السين في طرف والصاد في طرف، في السين في طرف والصاد طرف، يبقى معامل سين على معامل صاد من غير سالب، من غير سالب، من غير سالب. اوكي يا مستر. برضه الميل هو عبارة عن ظل الزاوية التي يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. يعني مثلا دلوقتي اهو يا مستر، لو انا عندي مستقيم اهو، الزاوية دي، الزاوية دي نوعها ايه يا شباب؟ اهم حاجة المستقيم الزاوية اللي يصنعها مع مين؟ مع الاتجاه محور الموجب، السينات ايوه، محور السينات، الجزء الموجب. طب لو ادينا الزاوية دي يبقى اعمل ايه؟ اقول 180 ناقص دي، يعني لو الزاوية دي مثلا 105 و30 اجيب دي ازاي؟ اقول له 180 ناقص 135. اهم حاجه الزاويه التي يصنعها المستقيم اللي هو ده اللي هو لام واحد ده يا مستر، مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، الزاويه التي يصنعها المستقيم اللي هو ده مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، والميل بيساوي ظل الزاويه، تمام. دي 135، يبقى دي 180 ناقص 135 تطلع 45 درجه، يبقى ظا ايه؟ ظا زاوية 45. لازم تكون حادة. لا طبعا، لا طبعا، انا اقول لو حاده الميل كنت بتطلع ايه؟ موجب. لو حادة الميل قيمته تطلع موجب.
اما لو المستقيم بيميل بزاويه ايه كده اهو، الزاويه دي نوعها ايه؟ منفرجة. منفرجه. طالما الزاويه منفرجه مثلا 135، اي زاويه منفرجه الميل بتاعه يطلع سالب. ليه؟ لان الميل بيساوي ظاظ زاويه، والظاظ زاويه في الربع الثاني قيمتها سالبه، ده طبيعي. الزاويه في الربع الثاني كل جبار، تمام؟ كل جبار، الجبار بس والجاهي اللي موجب في الربع الثاني، بينما الظاهر في الربع الثاني بتكون ايه؟ سالبه، تمام؟ فظاظ زاويه تطلع بكام دي؟ بسالب واحد. فالميل لو قيمته موجبه معناها ان الزاويه نوعها ايه؟ حاده. حد الميل لو قيمته سالبه معناها الزاويه نوعها ايه؟ انفرج منفرجه. الميل يا مستر ممكن المستقيم بيوازي محور السينات، بيوازي محور السينات، عندما يوازي المستقيم محور السينات يبقى الميل بتاعه بيساوي ايه؟ ادي المستقيم اهو اللي بالاحمر ده بيوازي محور السينات، يبقى ميله بيساوي كام؟ صفر. يبقى ميل المستقيم اللي يوازي محور السينات زي ما قال زميلكم بيساوي صفر. ليه بيساوي صفر يا مستر؟ لان الزاويه بينه وبين محور السينات لو قلت الزاويه تلاقيها صفر، وظا صفر بيساوي كام؟ صفر وعملت تان صفر على الآلة تلاقيها صفر. أو هات أي نقطتين، أي نقطتين على المستقيم ده، أي نقطة مثلا دي واحد دي اتنين دي تلاتة دي أربعة، مثلا النقطة دي خمسة مثلا. على فكرة معادلة المستقيم الذي يوازي محور السينات دي، هو المستقيم دوت المعادلة دي يا شباب، المستقيم ده حد يعرف يجيب له معادلته كام؟ خدناها كذا مرة قبل كده واحنا في الترم الأول. ستة سبعة خمس ص تساوي خمسة. ها؟ ص تساوي خمسة. لأن المستقيم دايما بيمر بنقطة ص بكام؟ بخمسة. يبقى المستقيم الموازي لمحور السينات وبيمر بالنقطة، أي نقطة فيها ص يا مستر يبقى هي دي ص. هتلاقي النقطة دي كام؟ احداثيها النقطة دي، واحد واحد خمسة خمسة. النقطة دي احداثيها ثلاثة ثلاثة خمسة خمسة. هات الميل فرق الصاد على فرق السينات، خمسة ناقص خمسة صفر، صفر على ستة ناقص واحد اتنين، فتطلع الناتج ايه؟ صفر. يبقى دايما ميل المستقيم الموازي لمحور السينات قيمته كام؟ صفر بصفر. صفر بينما ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات قيمته بتبقى غير معرف غير معرف، معرف غير معرف. يبقى المستقيم الموازي لمحور الصادات قيمته ايه يا شباب؟ اهو ادي المستقيم اهو اللي بيكون عمودي سرعة على محور السينات، اوكي، عمودي على محور السينات، يبقى ميله بيطلع ايه؟ ميله غير معرف. ليه يا مستر؟ الميل بيساوي ايه؟ ظا الزاوية. ظا 90 تلاقيها كام على الآلة؟ ظا 90 على الآلة تديك ايه؟ هتلاقي ماس ايرور. ماس ايرور يعني ايه؟ يعني غير معروف. يعني ايه غير معروف؟ يعني عدد على صفر، عدد على صفر. واضح الكلام؟ هاي ايرور، تمام. ايرور الكلمتين دول. دي واحدة بس ارد على التليفون دوت عشان حد جايب لي طلب. ثانية واحدة.
ايه شايف معايا؟ ايوه يا مستر. تمام، ندخل بقى على بعض الملاحظات اللي احنا كاتبينها دي. بص بقى، اول حاجه يا شباب، انا عندي في حاجه اسمها شرط التوازي. في حاجتين مهمين، شرط التوازي، حاجه اسمها شرط ايه؟ شرط التعامد. الكلام اللي انتوا اخدتوه قبل كده، شرط التوازي يعني ميل الاول هيساوي ايه؟ ميل التاني. يعني لو ميله مستقيم الاول بيساوي 3/5، يبقى ميله مستقيم التاني كام؟ 3/5 زي شرط التعامد، يبقى حاصل ضرب الميلين بيساوي كام؟ سالب واحد سالب سالب واحد. واحد حاصل ضرب الميلين، فلو ميل الأول 3/5، ميل التاني شقلب وغير إشارة، شقلب سالب 5/3 وغير إشارة. يبقى لو مستقيمين متعامدين يا شباب، عشان هناخد ده في منتهى الأهمية، لو ميل الأول 3/5 يبقى ميل التاني شقلب وإيه؟ وغير إشارة، شقلب وغير الإشارة. أوكي؟ تمام؟ تمام. قلنا يا شباب، ميل المستقيم الموازي لمحور السنت قلناه بصفر، ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات قلناه غير معرف، يعني عدد ايه؟ عدد على صفر، عدد على صفر. حوار كله في حوار الميل يا شباب، المشتقة الأولى، المشتقة الأولى دي، المشتقة الأولى ايجاد الميل، لازم أجيب المشتقة الأولى، وظل الزاوية اللي يصنعها المستقيم. قلنا عرفنا يا شباب الميل فرق الصادات، لو أنا عنده معادلة الميل المستقيم الموازي هو نفس الميل المستقيم معلوم الموازي هو نفس الميل العمودي، فشغله بغير ايه؟ بغير اشاره. لإيجاد نقطة التقاطع، بص لا، عشان اجيب نقطة تقاطع مع محور السينات احط الصاد بصفر اهو. يعني مثلا لو انا عندي مثلا صاد تساوي 3 س + 6، عايز نقطة تقاطع لمحور السينات اهو. المستقيم قطع محور السينات فين؟ قطع محور السينات اهو، قطع في النقطة دي، النقطة دي اكيد صاد بصفر، يبقى نقطة تقاطع مع محور السينات تحط صاد بصفر. أودي 6 الناحية التانية، يبقى -6 بيساوي 3 س، هقسم على 3 يبقى س تساوي -2، يبقى النقطة هي -2 وكام؟ -2 و0، يبقى نقطة تقاطع مع محور الصاد محور السينات تحط صاد بصفر. نقطة تقاطع مع محور الصادات بحط مين بين؟ بحط مين بصفر؟ بحط الس بصفر، واضح؟ الكلام ده هيبان في المسائل واحنا بنحل. معادلة المماس، عشان تجيب معادلة المماس، لو طلب مني بعد شوية يطلب مني حاجة اسمها معادلة المماس أو معادلة العمود عليه، أو معادلة مين؟ العمود عليه، محتاج حاجتين يا شباب، محتاج حاجتين، محتاج النقطة اللي عايز عندها ومحتاج الميل. النقطة يا شباب مثلا 2 و5، ومثلا الميل طلع ب3، يبقى معادلة المماس بيساوي إيه؟ ص ناقص ص اللي في النقطة على س ناقص س اللي في النقطة بيساوي الميل. تمام، يبقى معادلة المماس ص ناقص ص اللي في النقطة على س ناقص س اللي في النقطة بيساوي مين؟ بيساوي الميل. طب معادلة العمود عليه نفس الكلام، ص ناقص ص اللي في النقطة على س ناقص ايه؟ س اللي في النقطة بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي الميل، بس ايه؟ احنا ده العمود عليه يا مستر، الميل ب3، يبقى شقلب واعمل ايه؟ وغير كيف الاشاره، غير الإشارة؟ الاشاره، شقلب وغير الاشاره. يبقى لو قال لي معادله المماس ص ناقص ص اللي في النقطه على س ناقص س اللي في النقطه يساوي ايه؟ مين؟ يبقى بيساوي ايه؟ بيساوي الميل، بيساوي الميل. طب يا مستر العمود عليه، يبقى ص ناقص ص اللي في النقطه على س ناقص س اللي في النقطه بيساوي ايه؟ بيساوي اه يا مستر، ده العمود عليه، العمود عليه يبقى ايه؟ يبقى شقلب وغير اشاره، اشقلب وغير اشاره. تمام، بس ده الحاجات اللي احنا هنشتغل بيها هنا. هو بيجي يقول لي ايه؟ اوجد ميل المماس. انت عايز ميل المماس، ميل المماس اللي هو المشتقه الاولى. تمام تمام يا مستر، يعني يا مستر مش سالب معامل س يا حبيبي، سالب معامل س على معامل ص اللي هو ده لما كانت المعادله من الدرجه الاولى، دي معادله من الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه. وقلنا ميل المماس هو هو ايه يا شباب؟ هو المشتقه الاولى، يبقى لازم اجيب الاول ايه؟ د ص د س، او ص شرط، او د شرط س، اي حاجه منهم. المشتقه الاولى دي اللي هو كام؟ المشتقه دي 2 س ناقص 3، عندما س بكام؟ عند النقطه دي اللي هي س بكام فيها؟ واحد واحد. وسالب واحد سين، انا عايز سين، سين بكام؟
واحد واحد. بس عوض عن س بواحد، 2 في 1 ب 2 ناقص 3 اتنين سالب 1، يبقى الميل بكام؟ قفلت سالب 1. يعني. بس كده؟ اه بس كده يا حبيبي، مفيش حاجة تاني، مفيش حاجة تاني. هنا أوجد قياس الزاوية التي الموجبة اللي يصنعها المماس مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. يا مستر ايه الزاوية يا مستر؟ اللي هو الميل، اللي هو ذا الزاوية، اللي هو ايه؟ اللي هو المشتقة الأولى. يبقى لازم اجيب المشتقة الأولى، المشتقة الأولى حاصل ضرب ايه؟ حاصل ضرب دالتين، يبقى انا هجيب دال شرطة س اهو. اضرب ازاي الدالتين دول؟ ازاي الأولى في اشتقهم؟ مشتقة الثانية، يبقى انا الأولى في مشتقة عكستها، الثانية اكتب تحت الثانية دي وصل مشتقتها، مشتقة الأولى كام؟ تلاتة سين تربيع مشتقة دي واحد. واحد، وبعمل ايه؟ هقول تلاتة سين تر سوري هقول سين تكعيب ناقص واحد في في واحد واحد زائد زائد تلاتة ثلاثة سين سين تربيع. تربيع في س زائد 2، يبقى هو الأولى أهو في واحد، س تكعيب ناقص واحد في واحد، في س تكعيب ناقص واحد، بعد كده زائد دول بعض التانية في مشتقة الإيه؟ يبقى ثلاثة س تربيع في مين؟ في س زائد 2. واضح؟ بس كده أهو، بس كده. عندما س بكام؟ سالب واحد يعني ولا تجمع ولا تعمل؟ لا يا حبيبي، ولا تجمع على طول، عوض. سالب واحد تكعيب، سالب واحد ناقص واحد، تلاتة في سالب واحد تربيع، يعني تلاتة في سالب واحد تربيع يعني بواحد، تلاتة في واحد بتلاتة، دي كأنها تلاتة مضروبة في كام؟ سالب واحد زائد اتنين بواحد. اوكي، يبقى سالب واحد سالب اتنين هتديني سالب تلاتة، سالب تلاتة وموجب تلاتة هيساوي كام؟ هيساوي مستر. صفر. هي ليه سالب اتنين؟ ايه؟ ليه سالب اتنين؟ دي سالب واحد، سوري، يبقى انا سالب واحد تكعيب. يبقى سالب واحد تكعيب سالب واحد، تمام. سالب واحد سالب واحد سالب اتنين، سالب اتنين موجب تلاتة واحد، يبقى ده الشرطة س طلعت بكام؟ بواحد. الميل بيساوي ايه؟ ظا الزاوية. يبقى ظا سيتا بيساوي واحد، اجيب سيتا ازاي؟ شفت تاني شيفت تان واحد، شيفت تان واحد يطلع وخمسة بكام؟ يطلع بخمسة وأربعين، يطلع بخمسة وأربعين. اوكي، يقول لي اوجد النقط تمام. الواقعة، اوجد النقط الواقعة المنحنى ده والتي يكون عندها موازي لمحور السينات. يعني ايه بيوازي محور السينات يا شباب؟ يعني ميله بكام؟ ميله بصفر. يبقى اجيب الميل، الميل اللي هو ايه؟ ده الصاد على ده، صاد على بيتين وفي الاخر اساويه بكام؟ بيتين سي نقص أربعة ايوه، 2 س ناقص 4 اساويه بكام الميل؟ قال لي هيساوي بصفر يا مستر. يبقى بصفر. 2 س ناقص 4 بصفر، يعني 2 س ب 4، يعني س بكام؟ 2. هو عايز النقط، عايز النقط، يعني س وص. بعوض بالسين دي فين؟ في الداله ايه؟ الاصليه، في الداله الاصليه، عشان اجيب ص. يبقى عوض بالنقطه دي فين؟ في الداله الاصليه. يبقى ص بتساوي، اشيل السين واحط 2، 2 تربيع 4 أربعة ناقص 4 في 2 زائد 3. طبعا 4 و3 7، 7 ناقص 8 ايه؟ سالب 1. يبقى النقطة كام وكام؟ 2 وسالب 1. يبقى عايز النقطة الواقعة المنحنى التي يكون عندها موازي لمحور السينات. ايه ده؟ موازي لمحور السينات، يعني ميله بكام يا مستر؟ يعني ميله بصفر. ايه الميل؟ المشتقة الأولى. المشتقة الأولى اللي هو ايه؟ 2 س ناقص 4 بكام؟ بصفر. يعني س طلعت بكام؟ ب 2. أعوض بالدالة الأصلية عشان أجيب الصاد، س وصاد. هي دي إيه؟ النقط الواقعة المنحنى ده. أوكي، تمام. بيقول له أهو، أوجد النقط اللي يكون المماس عمودي المستقيم ده. إيه ده؟ عمودي على المستقيم ده؟ أجيب مين المستقيم ده بقى؟ مين المستقيم ده بيساوي إيه؟ طالما س وص في نفس الطرف يبقى ميله بيساوي ايه؟ سالب عامل سين على عامل صغير ممكن 10 اوقف معايا او 5 اوقف، يبقى ميله بيساوي ايه؟ سالب معامل س او معامل ص اللي هو كام؟ سالب واحد على سالب ثلاثة يعني تلت. سالب 3. يبقى سالب 1 يبقى تطلع بتلت. بس قال لي ايه يا مستر؟ اوجد النقط الواقعة المنحنى التي يكون المماس بتاعها ده عمودي على المستقيم ده، عمودي عمودي. يبقى ميل دوت هيطلع بكام؟
العمودي بتاعه يبقى بكام العمودي؟ يبقى المفروض هيبقى سالب 3. ايوه شقلب وغير اشاره، بدل ما هي 1 على 3 تبقى 3 على 1 وغير اشارتها يبقى سالب 3. يبقى الفكره هنا، الفكره هنا لسه هنكمل المساله طبعا. يوجد النقط الواقعه المنحنده التي يقود المماس. ايه ده يا مستر؟ يبقى ماس، يبقى لازم اجيب ايه؟ لازم اجيب المشتقه الاولى. طب الميل يا مستر بتاع دوت ايه؟ بيقول لي دوت عمودي على المستقيم ده، عمودي يا مستر، يا مستر عمودي. يبقى لو ميل دوت طلع 2 على 3 يبقى ميل العمود عليه 3 على 2 وبغير الاشاره بالسالب. طب ده طلع تلت، يبقى 3 على 1 وهتغير الاشاره يبقى سالب كام؟ سالب 3. يبقى الميل بتاع دوت اللي هو ايه؟ اللي هو المشتقه الاولى اللي هو كام؟ المشتقه الاولى دي هتطلع ايه؟ هتبقى 3 س تربيع ناقص 6 بيساوي كام؟ سالب سالب 3. 3 ادخل السالب 6 جوه بيه موجب عكس 6، الإشارة. يبقى 3 س تربيع تساوي كام؟ تساوي 3. هقسم على ايه الطرفين؟ هقسم على التلاتة، على يبقى سين على التلاتة، يبقى سين تربيع تساوي ايه؟ واحد. يبقى سين هتساوي كام؟ موقف سالب 1 موجب سالب كام 1 حاجة دي؟ موجب وسالب واحد. انت شو لي واحد موجب جذر تربيع للطرفين، وانا موجب جذر تربيع لازم موجب وسالب. يبقى انا عندي كام قيمة لسين يا مستر؟ قيمتين. بعوض قيمتين بيهم فين القيمتين دول؟ فاللي هو الدالة الأصلية. الدالة الأصلية. يبقى مرة سين بسالب واحد ومرة سين بواحد، عوض بسين بواحد يبقى صاد تساوي كام؟ واحد تكعيب وسالب ستة في واحد، واحد سالب ستة وموجب واحد. واحد واحد اتنين منها ستة سالب أربعة، يبقى النقطة واحد وسالب أربعة. أعوض النقطة دي سالب واحد تكعيب سالب واحد سالب ستة في سالب واحد زائد 6 زائد بستة واحد، والموجب واحد هيروح مع السالب واحد هيطلع صاد بكام؟ بستة. يبقى النقطة التانية سالب واحد وستة. يبقى هي دي النقط الواقعة المنحنى اللي يكون مماس عمود عليه. ايه ده؟ عايز النقط الواقعة المنحنى عمود على المستقيم ده؟ اه يا مستر. يبقى انا هجيب ايه؟ ميل دوت سالب معامل س على معامل ص، تمام، اللي هي طلعت بتلت. اجيب ميل العمود عليه يا مستر، اشقلب واغير الاشارة. اما ميل العمود دوت هو يا مستر، اجيب ايه؟ من هنا المشتقة الأولى. وبعد كده بعد ما جبت قيم س هجيب قيم ص. واضح يا شباب الدرس؟ اي مشكلة؟ اوكي تمام. طب استاذنكم بس، تمام. استاذنكم 5 دقايق بس، 5 دقايق بس، اعمل حاجه ضروريه ونكمل. ماشي، انا هسيب الزوم مفتوح، تمام يعني ماشي انا هسيب الزوم مفتوح، هبقى بس ريكورد وبعد كده نكمل. 5 دقايق. ماشي. بيقول لي ايه بقى؟ عايز معادله المماس والعمود عليه. مش تفرق معايا انا، عشان اجيب معادله قلت لازم يبقى عندي حاجتين، لازم يكون عندي النقطة ولازم يكون عندي ايه؟ الميل. بس يعني هي نفس الفكرة، اجيب الميل وهو مديك النقطة. اه يا مس، هي مفيش أي مشكلة، هترس في منتهى السهولة أهو يا مستر. هجيب ازاي الميل؟ ده الصاد على ايه؟ ده على الصاد على ده س مشتق، وده الصاد على ده س هيطلع بكام؟ خمستاشر س تربيع زائد ايه؟ زائد 6 س مشتقة ال 4 0. عندي س بكام؟ أعوض عن س بكام؟ سالب واحد س بسالب 1، يبقى 15 في سالب 1 تربيع 1، سالب 1 تربيع ب 1، يبقى 15 واحد في ب 15، 6 في سالب 1 سالب 6، يبقى 15 مع 6 تساوي كام؟ هيساوي 9، تسعة هيساوي 9، يبقى الميل بكام؟ عندك الميل وعندك ايه؟ وعندك النقطة. لو أنا عايز معادلة المماس، إيه معادلة المماس؟ صاد صاد ناقص صاد واحد اللي في النقطة اللي هي 2 على س ناقص س اللي في النقطة، س ناقص سالب واحد على س زائد واحد بيساوي إيه؟ بيساوي الميل. الميل اللي هو بكام؟ اللي هو 9. هضرب مقص 1 في صاد ناقص 2، 9 في س زائد 1 9 في س، 9 س و9 في 1 ب9. اخلي المعادله كلها صفريه، ادخل السين او الصاد جوه وكله يبقى بصفر،
ودخلت الصاد جوه تدخل بعكس الإشارة، يبقى 9 سنين تنزل اهو، أدخل الصاد جوه تدخل بسالب صاد، أدخل السالب 2 وتدخل موجب 2، 9 و2 كام؟ 11، كل دوت 11. بيساوي صفر. يبقى دي معادلة مين يا مستر؟ دي معادلة المماس، واضح؟ لو عايز معادلة العمودي هي بالظبط، هي بالظبط، صاد ناقص صاد واحد على س ناقص س واحد، س ناقص سالب واحد يعني س زائد واحد بيساوي الميل بتاع العمودي، ده ميل المماس بتسعة، العمود عليه بكام؟ أيوه 1/9، وبغير الإشارة بس، أضرب مقص يا مس، اضرب سالب واحد في س زائد واحد يبقى سالب س سالب واحد بيساوي 9 في ص، 9 ص ناقص كام؟ ناقص 18. هدخل الس جوه بعكس الإشارة والواحد، س تدخل جوه بموجب س، في 9 ص تنزل، سالب واحد تدخل بموجب واحد، سالب 18 بموجب واحد يبقى سالب 17، كل دوت بيساوي كام؟ بيساوي صفر. يبقى دي معادلة إيه؟ دي معادلة العمود على المنحنى، واضح؟ تمام يا شباب. الموضوع بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه، بجيب المماس واجيب ميل العمودي، اوكي، وهتطلع ايه المعادلتين. بيقول لي هنا اوجد، طبعا السؤال ده طلاب علمي، علمي بس، اوجد معادلتي المماس والعمود عليه، ده يا مستر حاصل ضرب ايه ده؟ حاصل ضرب ايه دوت؟ مش حاصل ضرب ده اللي تيجي، دلتين ايوه ده اللي تيب، يبقى ده صاد على ده س بيساوي ايه؟ مشتقة سوري الأولى في مشتقة الثانية الس مش يبقى س كام؟ واحد والجي 2 س مشتقتها س زي المماس والعمود على المنحنى ده، ده يا مستر س مضروب في جي 2 س، يبقى حاصل ضرب دالتين، الس مشتقتها ايه؟ واحد، والجي 2 س مشتقتها ايه؟ الجي مشتقتها ايه الجي؟ جيب تمام جاتا جاتا، وفي مشتقة الزاوية يبقى اتنين في جاتا كام؟ في جاتا 2 س. بعمل ازاي يا مستر حصل ضرب دالتين؟ الأولى في بعمل مقص، بضرب دي في دي، الأولى في مشتقة التانية يبقى اتنين في س جاتا 2 س زائد واحد مضروبة في جاتا 2 س. عندي س بكام يا شباب؟ اعوض س بكام؟ باي أربعة يبقى س عندما س تساوي باي على الأربعة، عندما س بتساوي باي على الأربعة، أعوض س باي على الأربعة، أوكي، يبقى 2 في باي على الأربعة تطلع باي على 2 مضروبة فيه، جاتا 2 في باي على الأربعة، جاتا 2 في باي على الأربعة هي باي على الأربعة ب 45 أصلا، يبقى جاتا 2 في 45 هي جاتا 90، زائد جاتا 2 في باي على الأربعة يعني جاتا 90. 2 في 45 ب 90، ما باي على 4 يعني 180 على 4، 180 على 4، 180 على 4 اللي هي 45 طبقة، أوكي، فتطلع جت 90. جت 90 بكام؟ بصفر، فده بصفر، جت 90 بكام؟ بواحد، فعملت ساين 90 تطلع بواحد، يبقى الميل طلع قيمته بكام يا شباب؟ قيمته بواحد، قيمته بواحد. يا مستر أنا عايز دلوقتي، مش عايز الميل يا مستر، انا عايز معادله المماس، ما لازم تجيب الميل يا حبيبي، الميل معادله المماس بيساوي ايه؟ ص ناقص ص اللي في النقطه اللي هي باي على 4 على س ناقص س اللي في النقطه بيساوي ايه؟ بيساوي الميل، الميل اللي هو بواحد، تمام، اعمل مقص، طبعا ده واحد على واحد، يبقى ص ناقص باي على 4 تعمل مقص، ده في ده بيساوي ده في ده بيساوي س ناقص باي على 4، تمام. أدخل دول جوه بعكس الإشارة يا مستر، أدخل مثلا س هي اللي جوه المرة دي، يبقى ص ناقص س تمام ناقص باي على 4، وسالب باي على 4 تخش جوه وموجب باي على 4، كل دوت بيساوي صفر، دول هيروحوا مع بعض، يبقى ص ناقص س هتساوي صفر. يبقى دي معادلة إيه؟ معادلة المماس، معادلة المماس. أي سؤال؟ يا مستر ممكن تعيد من بعد ما طلعنا ان البتاع تساوي واحد عشان احنا ليه قلنا صاد ناقص باي على أربعة على كده هي دي معادلة هي دي المعادلة، المعادلة عشان أجيب معادلة المماس، هي دي قانون المعادلة، ص ناقص ص اللي في النقطة
فاضل في النقطة دي اللي هي كام؟ أربعة على أربعة. على س ناقص س اللي في النقطة اللي هي كام؟ بيساوي اللي هي المين؟ أربعة على أربعة برضه. بيساوي المين؟ ده القانون بس. بعد كده بعمل مقص ص ناقص باي على 4 في 1 بص ناقص باي على 4 بيساوي س ناقص باي على 4 في 1 بي س ناقص باي على 4. لو دخلت الباي على 4 تخش جوه بالموجب، ففي واحدة سالب واحدة موجب يروحوا مع بعض، يبقى ص ناقص س هتساوي صفر. اتفضلي يا مريم. مستر معلش عندي سؤال، احنا اتفضلي. ليه لما ضربنا في اتنين، ليه ما ضربنا في سين، ليه ما قلناش كده اتنين سين تربيع؟ فين لما ضربت في اتنين؟ فين؟ في أي مكان لما هنا؟ قلنا السين بتبقى بواحد واللي جا اتنين سين تبقى اتنين جتا اتنين سين. أي يا بنتي اه في المسألة ضربت أهو، قلنا أهو، قلنا مشتق دي واحد، مشتق دي إيه؟ جتا اتنين س، اتنين دي مشتقة الزاوية، مشتقة الزاوية كام؟ مشتقة اتنين الاتنين سين اتنين، مشتقة الزاوية اتنين سين اهو، مشتقتها كام؟ اتنين. واضرب دول في بعض، اتنين في سين بسين تربيع ولا اتنين سين؟ لا اتنين سين. ما بس طب احنا يعني بنضرب الجدا اتنين سين في السين ولا لأ؟ ما هي يا بنت ما انت ضربتيها، ما هي اتنين سين جاتا اتنين سين، ما اتنين سين جاتا اتنين سين. انت عاوز تضرب اه السين في تمام. الزاوية دي، زاوية دي، دي زاوية تمام، اما اه دي تمام بره دي لوحده، فمش هضرب دي في الزاوية. تمام مستر شكرا. تمام. اللي حد عنده سؤال تاني؟ دوت ايه يا شباب؟ دوت المماس العمودي بقى هساوي دوت بكام؟ بدل ما هو الميل ده بواحد اجيب ميل العمود عليه، واحد على واحد، بسم الله. اشقلب اشقلب واغير الاشاره، يبقى كام؟ سالب واحد على واحد، واعمل مقص واطلع نفس الحكايه. واضح؟ نعم يا مصطفى. هنا واحدة تاني بيقول لي ايه هنا يا شباب؟ يوجد ألف وباء إذا كان ميل المماس عند النقطة دي المستقيم دوت هو كام؟ خمسة. الميل بكام يا شباب؟ الميل بخمسة. خمسة. وأولا إذا كان ميل المماس عند النقطة دي تمام للمستقيم ده، النقطة دي يا شباب موجودة على المستقيم، طالما موجودة على المستقيم يبقى تعمل ايه المستقيم؟ اي نقطة تنتمي للمستقيم يبقى هتعمل ايه المستقيم؟ هتحققه، هتحققه يعني اشيل السين واحط كام واشيل الصاد واحط كام؟ واحد وثلاثة. واحد اشيل وثلاثة وثلاثة. الصاد واحط ثلاثة، الصاد بثلاثة اهو بيساوي، اشيل السين واحط واحد، واحد تربيع بواحد زائد واحد في ألف بألف زائد باء، يبقى واحد زائد ألف زائد باء، أودي الواحد جوه بعكس الإشارة يروح هناك بسالب واحد، يبقى ألف زائد باء هيساوي اتنين. طب بيقول لي ايه بقى؟ كمل اقول تاني المسألة. يوجد ألف وباء إذا كان ميل المماس، ايه ده؟ ميل المماس اللي هو ايه؟ ميل المماس مشتقة المشتقة الأولى، المشتقة الأولى بكام؟ بخمسة. بخمسة. المشتقة الأولى اللي هو ايه هنا؟ ايه المشتقة الأولى؟ ايه المفروض تبقى اتنين سين زائد ألف. ايوه، لان مشتقة الباء ده ثابت عدد، الباء ده ثابت عدد فمشتقته بصفر، يبقى 2 س زائد ألف. المشتقة الأولى بيقول لي بكام؟ بخمسة خمسة عندما س بكام بقى؟ س بواحد، بواحد يبقى نعوض بيها. هنعوض بس بواحد، يبقى 2 في 1 ب 2 زائد ألف بيساوي 5، منها ألف هتساوي كام؟ ثلاثة أشيل ألف وأحط 3، ثلاثة تمام. يبقى 3 زائد باء بيساوي 2، يبقى باء هتساوي كام؟ سالب واحد. سالب واحد، سالب واحد. هو طالب مني يا مستر عايز هنا ألف وباء إذا كان ميل مماس عند النقطة دي للمستقيم ده، يبقى النقطة دي يا مستر موجودة على المستقيم يبقى تحققه، تحققه يا مستر، أو المحادثة يبقى تحققه. أوكي، أشيل الصاد وأحط كام؟ تلاتة، وأشيل السين وأحط واحد، ما يطلع معادلة. وقايل لي ميل المماس، ميل المماس اللي هو إيه؟ المشتقة الأولى اللي هو 2 س زائد ألف بكام؟ بخمسة. عندما س بكام؟ عندما س بواحد، عندما س بواحد عوضت جبت الألف، رجعت عوضت جبت الباء.
بقى فكرتين، يقول لي ايه اوجد مساحة المثلث المكون من ايه ده؟ مساحة المثلث مكون من ايه؟ مساحة المثلث ده من محور السينات والمماس والعمود على المنحنى ده. عنده النقطة دي، عنده نقطة كام؟ 5 و4. بعايز مساحة المثلث المكون من محور السينات والمماس للمنحنى والعمود عليه، تمام؟ عند النقطة 5 و4، أوكي، تمام. المنحنى اللي هو سطح بيساوي س تربيع ناقص 8 س زائد 19. سطح بيساوي س تربيع ناقص 8 س زائد 19. بص الفكرة يا شباب، الفكرة أنا عايز مساحة المثلث اللي بيتكون من الثلاث حاجات دول. بصوا هنا، أنا أول حاجة مثلا ده المنحنى عنده نقطة 5 و4، مثلا المنحنى كده شكله كده، مثلا المنحنى شكله كده. عند النقطة دي يا شباب اللي هي 5 و4، النقطة دي فوق المنحنى، فالرسمة تبقى فوق كده شوية، مثلا عند النقطة دي 5 و4 فوق كده كده. النقطة دي 1 2 3 4، دي 5، 1 2 3 4، هذا عند النقطة دي هنا كده، وده منحنى مثلا. هجيب ايه يا مستر المنحنى ده؟ هجيب المماس ليها، المماس والعمود على المماس ده، العمود على المماس ده، العمود عليه عامل زاوية 90 كده، تمام. ومحور السينات يبقى هو ده المثلث اللي انا عايز اجيب مساحته، مظبوط؟ هو ده المثلث اللي عايز اجيب مساحته. حد عنده مشكلة في دي؟ نعم. تمام. فانا عندي دلوقتي، انا لو جبت البعد دوت، البعد ده لو جبت البعد ده تمام وضربته في العمود عليه اللي هو الأربعة، ما 5 و4 هينزل كده، العمود كده يبقى نفس البعد ده اللي هو 4. مش مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع؟ يبقى أنا عندي الارتفاع اللي هو ب4 ناقص لي البعد دوت، تمام. حتى عنده مشكلة في دي؟ طب البعد دوت هجيبه ازاي؟ هجيب نقطة تقاطع، نقطة تقاطع المماس مع محور السينات، ونقطة تقاطع العمود عليه مع مين برضو؟ مع محور يبقى حوار السينات. السنين مثلا تقاطع مثلا في النقطة 2 و0، وتقاطع في النقطة مثلا 5 و0، يبقى البعد بينهم ايه؟ ما دي 2 و0، دي 5 و0، يبقى البعد بينهم كام واحدة؟ مشي من 2 لـ3، ومشي من 3 لـ4، ومشي من 4 لـ5، يبقى البعد بينهم كام واحدة؟ 3 وحدات. يبقى البعد هنا يبقى 3 × 0.5 × 3 × 4، هجيب المساحة. تاني يا شباب، الفكرة كلها إن أنا هجيب معادلة المماس، أوكي؟ وأجيب معادلة العمود عليه، وأجيب نقط التقاطع بتاعة المماس مع محور السينات والعمود عليه مع محور السينات. هجيب الفرق بينهم، المسافة دي اللي مشيها المستقيمين، المسافة بينهم 5 ناقص 2، 5 ناقص 2 3، يبقى مشي 3 وحدات، مشي 3 وحدات في العمود عليه، في العمود عليه اللي هو كام؟ اللي هو الأربعة. نص طول القاعدة في الإيه؟ في الارتفاع اللي هو نازل على القاعدة، الارتفاع اللي نازل العمود على القاعدة. واضح؟ لا نشوف بقى نحل إزاي. كل اللي إحنا عملناه الحصة اللي في أول حصة نعمله دلوقتي أهو. هو بيقول لي عند النقطة كام؟ عند النقطة 5 وإيه؟ 5 و4. يا مستر خلاص، أنت أول حاجة قلت لي لازم تجيب إيه؟ المشتقة الأولى، المشتقة الأولى اللي هي 2 س ناقص كام؟ 2 س ناقص 8. بس لو عايز تجيب ميل المماس، ميل المماس أوكي عند النقطة، عند النقطة كام؟ س بكام يا شباب؟ خمسة س بيساوي 5، يبقى 2 في 5 عشرة هتبقى اتنين ب 10 ناقص 8، 10 ناقص 8 2 يا مستر. طب مين العمود عليه؟ سالب نص هيبقى سالب نص. بس انا عايز معادلتين دلوقتي اهو. المعادلة عبارة عن ص ناقص ص اللي في النقطة على ايه؟ سين ناقص خمسة بيساوي ايه؟ اتنين عامل ايه؟
اعمل مقص، واحد تمام. في صاد ناقص اربعة بيساوي اتنين س في خمسة، س ناقص خمسة يبقى اتنين س ناقص كام؟ ننسي ما صح. أدخل ده كله جوه عشان أجيب المعادلة. تمام، يبقى صاد أهو ناقص اتنين س، وأدخل عشرة السالب دي بالجو موجب عشرة، يبقى سالب عشرة سالب أربعة وموجب عشرة موجب ستة بيساوي صفر. دي المعادلة الأولى. المعادلة التانية يا مستر هو نفس الكلام، صاد ناقص صاد اللي في النقطة على س ناقص س في النقطة بيساوي مين العمود عليه اللي هي كام؟ ترمز اضرب يا مستر، اتنين في صاد ناقص أربعة فاتنين صاد ناقص تمانية بيساوي سالب س زائد خمسة. دخل جوه كل ده يبقى اتنين صاد زائد س سالب موجب خمسة، تخش مع سالب خمسة تخش جوه بسالب خمسة يبقى سالب 13 بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. ودي معادلة ايه؟ معادلة العمود عليه. أي حد عنده مشكلة في كده؟ يا مستر معلش، هو طب والصاد اللي فوق دي خالص اللي هي صاد بتساوي س تربيع، هي دي ايه؟ ما دي دي معاد معادلة الدالة. أيوة دي معادلة معادلة المنحنى نفسه الأصلية. طب تمام؟ واحنا ليه بنجيب معادلة الميل لو احنا اوريدي عندنا واحدة صح؟ إيه؟ ولا يعني هو مش دي المفروض انها معادلة الميل؟ معادلة الميل ازاي؟ دي معادلة المنحنى نفسه، المنحنى نفسه اللي كل مرة بجيب ايه؟ انا الميل اللي هو ايه؟ المشتقة الأولى، المشتقة الأولى، الميل اللي هو المشتقة الأولى، مين هو الميل اللي هو تمام. المشتقة الأولى؟ أنا بقى جبت المشتقة الأولى، بعد كده جبت منها كام؟ جبت منها الميل. يبقى 2 س ناقص 8 عوضت عن س بكام؟ ب 5، 2 في 5 ب 10، 10 ناقص 8 طلعت 2، العمود عليه سالب نص. اوكي جبت معادلة ايه؟ معادلة المماس، ص ناقص ص اللي في النقطة على س ناقص النقطة س اللي في النقطة بيساوي الميل، واضرب مقص طلعت المعادلة دي. نفس الكلام هنا، انا عايز نقطة تقاطع مع محور السينات، يبقى احط ص بكام؟ احط ص بصفر عشان اجيب نقطة تقاطع مع محور السينات، يبقى سالب 2 س زائد 6 بيساوي صفر. وديت الستة الناحية التانية يبقى سالب اتنين س بيساوي سالب ستة، هقسم على سالب اتنين يبقى س هتساوي كام؟ تلاتة. نفس الكلام احط الصاد بصفر عشان اشوف السين هتطلع بكام. تمام، يبقى هو تقاطع، تقاطع المنحنى دوت مع محور المعادلة دوت هيتقاطع مع محور السينات ما فين؟ في نقطة كام؟ تلاتة وصفر. هنا ده احط الصاد بصفر يبقى س ناقص 13 هيساوي صفر، يبقى س هتساوي كام؟ 13، يبقى تقاطع في النقطة كام؟ يبقى كده المسافة اللي مشيها اللي هي ايه؟ طول القاعدة تطلع 13 ناقص 3 10، نص في 10 في الارتفاع اللي نازل منين؟ من النقطة دي، النقطة دي اللي هو كام؟ قلنا لو قيمة الصاد اللي هو 4، يبقى نص في 10 5، 5 في 4 بكام؟ ب 20، 20 وحدة مربعة، 20 وحدة مربعة، واضح؟ تمام، تمام. ايه سؤال؟ ماشي لا أنا مستر. اللي بعده. يقول لي هنا السؤال دوت هيبقى على طلاب مين؟ طلاب علمي. تمام نحله هنا. طيب مين شوف، يقول لي اوجد معادلة المماس. هي يا مستر شباب حلناه؟ لا لا ما لا حلناهوش. انا اسف. لا، اتنين جيجا جاتا ده قانون اتنين جيجا جاتا، من اخلي اتنين جنب دي يبقى س مضروبة في اتنين جيجا جاتا معلش اللي هو قانون ايه؟ يا اتنين سين. جا اتنين س. بيقول لي اوجد معادلة المماس للمنحنى. انا عشان اجيب معادلة المماس لازم يكون عندي حاجتين، ايه هما؟ ايه هما الحاجتين؟ النقطة والميل. النقطة. هو عديني س بتساوي باي، يبقى لازم اجيب ص، وانا عندي س يبقى لازم اجيب ايه؟ لازم اجيب ص. يا مستر اعوض عن س، اعوض عن س بباي واجيب ص، يبقى اعوض عن س بباي، باي اللي هي 180، جا 180 في جاتا 180، اشوف اي واحد هتلاقي فيهم واحدة فيهم بصفر. لما هتلاقي الجاتا الجا 180 بصفر، فصفر في اي حاجة هيطلع بصفر، يبقى الصالة هتطلع بكام؟ بصفر، يبقى النقطة بقت ايه؟
بقى ايوه صح. بايوسف، يبقى لازم يكون عندي حاجتين يا شباب عشان اجيب معادله المماس او العمود، لازم يكون عندي حاجتين، يكون عندي النقطه والميل. طب انا محتاج الميل، الميل اللي هو ايه يا شباب؟ المشتقه الاولى، المشتقه الاولى. الشقه دي يا شباب ازاي؟ السين واحد الجا اتنين سين، مستر الجا جتا كام؟ اتنين. اضرب مقص يا مستر، اضرب مقص، يبقى دال صاد على دال سين بيساوي الاولى في مشتقه التانيه، سين في اتنين باتنين سين جتا اتنين سين، زائد التانيه في مشتقه الاولى جا اتنين سين في واحد بجا اتنين سين. عندما سين بكام؟ عندما سين بباي، باي اللي هي ايه؟ اللي هي 180 يا مستر، اللي هي 180، يبقى بتساوي 2 في باي ب 2 في باي، في جتا 2 في 180 هي جتا 360 بكام؟ بواحد، زائد جتا 360 بكام؟ بصفر، يبقى 2 باي في واحد بتطلع بكام؟ تطلع ب 2 باي، يبقى الميل بكام؟ يبقى 2، الميل طلع بكام؟ 2 باي. انا عايز المعادله، المعادله ايه؟ صاد ناقص صاد اللي في النقطة على س ناقص س اللي في النقطة بيساوي ايه؟ بيساوي الميل يا مستر، اللي هو 2 باي على ايه؟ 2 باي على 1. هضرب مقص، 1 في ص ناقص 0 بص بيساوي 2 باي في س، 2 باي س ناقص 2 باي في باي ب 2 باي تربيع، دخلهم جوه يبقى ص ناقص 2 باي س زائد 2 باي تربيع بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. دي معادلة ايه يا مستر؟ دي معادلة المماس اللي طالبها مني. أي سؤال؟ يعني مثلا يعني انا احط س ناقص وصاد ناقص كده لما يكون عايز معادلة المماس، أيوه طبعا، ولا معادلة عايز المماس معادلة أو معادلة العمود. معادلة المماس يبقى صاد ناقص صاد على س ناقص س بيساوي الميل، العمود عليه بجيب لو الميل مثلا باتنين أعمل ايه؟ أشقلبه وغير الإشارة بس. تمام. العمود عليه بشقلب الميل وبغير الإشارة أهو، مثلا مثال زي ده وتاخر مثال ده أهو. عايز إيه هنا؟ أوجد معادلة معادلة العمود العمود المنحنى ده، والصاد بيساوي س تربيع ناقص واحد على اتنين ناقص س تربيع، الصاد بيساوي تمام س تربيع ناقص واحد على اتنين ناقص س تربيع عند س بيساوي صفر. أنا لازم يكون عندي عشان أجيب معادلة العمود أو معادلة المماس الميل والنقطة. الميل والنقطة، أنا عندي س بصفر لازم أجيب ص، لما س بصفر ص تطلع بكام؟ هيبقى سالب واحد على اتنين. وسالب نص، يبقى النقطة إيه؟ صفر وسالب نص، أوكي. يبقى صاد اهو يا مستر. انا عايز الميل، الميل اللي هو ايه؟ لا، المشتقة الأولى المشتقة الأولى دي، ده مستر دالة كسرية تعمل ايه؟ المقام ايه؟ تربيع. المقام اهو في مشتقة البسط، مشتقة البسط دوت ايه؟ اتنين س ناقص البسط اللي هو س تربيع ناقص واحد في مشتقة مين؟ مشتقة النقام اللي هو ايه؟ سالب اتنين س، ومشتقة المقام اللي هو سالب اتنين س. هتعوض عن ايه يا مستر؟ نعوض عن س بكام؟ على عن س صفر. بصفر، عن س بصفر، يبقى اتنين ناقص صفر صفر في اتنين س يعني في صفر، أي حاجة في صفر بكام؟ صفر. ناقص صفر ناقص سالب واحد، سالب واحد في صفر وصفر على اتنين ناقص صفر بصفر تربيع بأربعة، صفر على أي حاجة بكام؟ يبقى صفر الميل طلع بكام؟ صفر. الميل طلع بيساوي صفر. هو إيه المعادلة بجيبها إزاي؟ صاد ناقص إيه؟ صاد اللي في النقطة، يبقى صاد ناقص سالب واحد يعني صاد موجب إيه؟ صاد ناقص سالب نص يعني موجب نص على س ناقص كام؟ صفر، بيساوي الميل، الميل اللي هو صفر على إيه؟ صفر على على واحد. صفر. بس دي معادلة المماس، دي لو هشتغل على معادلة المماس، دي معادلة المماس اللي انا بجيبها، خلي بالكم بعد كده اجيب لكم معادلة العمودي. يبقى اضرب ص زائد واحد، ص زائد نص في واحد وص زائد واحد بيساوي س في صفر بصفر يعني زائد نص، اصلا
صاد زائد نص في واحد وصاد زائد نص، اي حاجه في واحد بنفس الحاجه، بيساوي صفر في اي حاجه بصفر. يبقى صاد طلعت بكام؟ بسالب ايه؟ واحد على واحد على اتنين، سالب واحد على اتنين. ده معادله مين اللي انا جبتها دي؟ المقاس. طب انا عايز معادله العمود يا مستر. الميل طلع بصفر، العمود عليها هيطلع بايه؟ سالب واحد على صفر. اه سالب واحد على صفر. اوكي، يعني عدد على صفر، اي عدد على صفر مش تفرق بقى، سالب واحد على صفر، خمسة على صفر، مية على صفر، المهم عدد على صفر. اوكي، يبقى ميل اهو، الميل اهو، يبقى صاد ناقص صاد اللي في النقطة على س ناقص س اللي في النقطة، س ناقص صفر وصفر بيساوي ايه يا مستر؟ ميل العمودي اللي هي سالب واحد على ايه؟ على صفر. اعمل مقص برضه، اعمل مقص، سالب واحد في س بيساوي صفر في اي حاجة؟ بصفر. نفس الحاجة. طب سالب س بصفر، يعني س بكام؟ بصفر. يبقى ديت بصفر بقى. دي معادلة العمودي، معادلة العمودي. يبقى انا بكتب القانون ماليش دعوة، بعوض بس، بعوض لو الميل طلع غير معرف اكتب اي عدد على صفر، مع عدد على صفر يعني غير معرف، تمام؟ فلازم اكتبه واعوض واضرب مقص. يبقى لو الميل طلع غير معرف يبقى اكتب اي عدد، اكتب عدد على صفر وخلاص، 2 على صفر، 5 على صفر، اضرب اي حاجه تطلع نفس الحكايه، س بصفر، مش هتتغير المعادله، مش هتتغير. لو قلت عدد على سالب واحد على صفر، 2 على صفر، 1 على صفر، 5 على، مش هتفرق. اي سؤال؟ كده كوسان طيبين كده، الحمد لله خلصنا ايه؟ مستر، خلصنا، خلصنا التفاضل. يا مستر، ايوه ازاي حضرتك؟ الحمد لله. بالنسبة لموضوع الأجازة يا مستر، هو احنا يوم ما اتكلمنا في أجازة العيد الوطني في الكويت ويوم التأسيس، حضرتك قلت لنا ناخد 3 أيام، وكمان احنا يعني تقريبا خلصنا نص المناهج، ومن أول ترم ما خدناش، كان في عندنا إسراء ومعراج، كان في يوم التأسيس والعيد الوطني، ده كله ما خدناش عليه، فيعني لو ينفع ناخد 3 أيام يا مستر. هنشوف بس، اللهم المستعان، انا اتكلمت معاه وهنشوف باذن الله. اوكي، لو ادينا يومين يبقى حلو قوي، لو ادينا سبت وخميس يبقى حلو قوي، تمام. يا فنقول مستر الحمد احنا لو لله، خدنا يعني خميس وسبت وحد كده ولا حاجة، يعني خميس يعتبر حصة واحدة بس اللي فيه، فيعتبر يعني يوم يعني عادي كده كده مش فارقة، فناخد معاه السبت والحد فعادي. اللهم المستعان. ما مش انت بس اللي شغاله الخميس حصه واحده؟ ما في لغات بياخدوا 3 حصص يوم السبت يوم الخميس، ما تمام. مش مشكلة يا مستر، هم كمان موافقين يعني راضيين عادي مسامحين. ماشي، اوكي، اللهم المستعان. نشوف بس هنعمل ايه، ان شاء الله خير، وننزلكم على الجروب. اي حد عنده اي سؤال يا شباب؟ يا مستر، بخصوص موضوع المواعيد بتاعة رمضان، حضرتك لازم تنزلوها بسرعة، علشان يعني في عندنا دروس بره الأكاديمية وكلهم هو مستنيين ان دلوقتي احنا اهو، نحضرها. اهو اهو، انزل لك دلوقتي حالا حالا على الجروب اهو. بص على الجروب طب هتلاقيه تمام، مكتوب. ماشي إذا كان كده تمام، شكرا. ماشي، انا اهو دلوقتي هبعتهولكم، هو خلص هبعتهولكم حالا اهو. حد تاني استنى، جاي الحصة ممكن حضرتك مسجلة، تكمل الحصة اللي فاتت؟ حصة مسجلة، حاضر. ماشي، شكرا يا مستر. حد ليه طلبات تاني؟ أنا عندي سؤال يا مستر، اتفضلي. هي الحصة هتبقى متأخر قوي في رمضان؟ هبعت لكم الجدول حالا دلوقتي. تمام. ماشي، انا اقول لك الجدول برضو عشان ابقى معاك اهو. انا معاك، بسم الله. فينك يا محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الجدول اهو، افتحوه بص معايا، يعني لو في حد عايز يقول اي حاجة يعني. هو مش متأخر، هو في حصص قبل الفطار تقريبا حصتين أو 3، وفي حصص بعد الفطار، تمام. على حسب ما قدرنا نظبطها يعني، بحيث إن الجدول ما يبقاش إيه يعني فيه أي حاجة. الحصة اللي بعد الفطار هتبقى الساعة 9 بتوقيت مصر. أدي الجدول اللي اتبعت لكم، تمام. الجدول موجود عندكم على الجروب. أوكي، مثلا لو بعد الساعة 9، يعني لو خدنا حتى الساعة 10، أنا مش هعرف أحضر الساعة 10، لأن بيبقى تاني يوم بقى عندي مدرسة وكده، فمتأخر عن 10 مش هعرف أهو. هو في حصة واحدة عربي تقريبا، حصة فرنش.
طب معلش يا هي مستر، انا النقطة بصراحة كلها، بيبقى عندي حصص بالليل. اللي هي قبل الفطار هيبقى الموضوع صعب يعني خالص. تمام، طب يا فهي مستر، ما احنا ممكن مثلا نمشي اليوم من 12 لحد 5 او لحد 6، اي حاجة، بس يعني هو النقطة عشان كلها يعني نفرق. المدرسين في مدارس، المدرسين في مدارس وبيروحوا المدرسة الساعة 2 و3، المدرسين مش قاعدين فاضيين. تمام، ما هو المشكلة يا مستر انه برضو الأكاديمية مش ماشية نظام واحد، يعني اللي هي واخدة قبل الفطار ولا هي واخدة بعد الفطار. طب ما ما هو فيش انا كده قبل هحط الفطار مواعيدي وبعد فين؟ الفطار. طيب، ما فيش حاجة اسمها قبل الفطار وبعد الفطار. بعد الفطار هشتغل امتى يعني؟ هشتغل في الفجر. تمام، اوكي، هو دي المواعيد المناسبة للكل يعني، شوفوها وبصوا عليها. يعني مفيش أي إمكانية في التغيير. لا لا خالص يعني، الجدول ده اي حد. اوكي تمام، يا مستر طب معلش، هي الساعة 10 كده مكتوب في الجدول، الساعة 10، 10 بتوقيتكم مواعيد ولا بتوقيت توقيتنا؟ مصر، كل مواعيد بتوقيت مصر. يعني الساعة 11؟ ايه المشكلة يعني الساعة 11؟ ما كلنا سهرانين. لا ما هو أنا هخلص الساعة 12 ونص، 12. طب ليه؟ يعني احنا ممكن نبدلها شوية. طيب يعني ما مش هيحصل حاجة لو حركناها شوية. ماشي يا بنت، ما هو في حصص قبلها، تشوف المواد اللي انت مشتركة فيها اصلا يا تسنيم. يعني انت كل ده ماشي، ما انا مادتين، الفرنساوي ما ده ممكن مشتركة تلاقي، فيه ممكن يعني. تلاقي مادة واحدة ولا حاجة في الآخر. لا انا يعني اخر مادة دايما عربي وفرنساوي، دول كلهم انا مشتركة فيهم. طيب يعني دايما في الاخر، وبصراحة حرام ان انا اخلص الساعة 12 بالليل ايه اللي واحنا ممكن حرام؟ نبدلها شوية. ان شاء الله كلكم بتسهروا اصلا، ما احنا في رمضان، ايه اللي هيحرمه يعني؟ تمام. ماشي بس